نحييكم على شاشة الجرير، راح أكون معكم يوميا طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 12 للساعة 1:30. نتلقى اتصالاتكم المباشرة ومع أحلى الممثلين والفنانين وأحمد عبلة. أهلا وسهلا. وينه وينه؟ هو بدي أسألك سؤال بس، what do you do for a living؟ هو أنا بطبخ ماوس، أشتريه بالماوس. منيحة هاي، أشتريه شغلتي بس أطبخ ماوس. ما حدا جاوبني عليها. يعني أنا بجاوبك عليها. أنا شيف أنطوان، أشتريه بالماوس. ناطريني اتصالاتكم جايز، أوكي؟ جايز. أشتلية لنعمل أشتلية بالموز. أهلا وسهلا فيك يا أحمد. أهلا فيك. بدي أسألك أنا سؤال. أول شيء احتلي إياه هونيك، بدك تشتغل معي. أكيد أنا مش هيك اللي بدي كبة أرنبية. أنا بس جاهز. لك لك في أنواع العصاير، لك مثل أول... لك إياها على الطريقة البيروتية. واو بس واو حطينا واو. فيها شوية حمص لأنه المطاعم بحطوا حمص. لك خمس أنواع عصاير. الله الله، شو بدك بعد أحسن من هيك؟ شكلك حتفطرني هلا. لا نفطر سوا. نفطر سوا. عزم، قلت لي عزم ثلاث اشخاص. صح, صح, صح. وانت الرابع وانا الخامس. مية مية. نحن رح نطبخ خمس اشخاص. اوكي على الافطار. لكن بس بدي اسالك سؤال، شم الريحه اللي هلا. بس هلا انا هلا اشتهيت، بس بدي اسال سؤال انت قبل ما تبلش الحلقه اذا في مجال تجاوبني عليه. يلا. اللي هو انا دائما بساله لكل العالم، كم تقدر ثروتك؟ مش مهم شو بتقدر ثروتي، كل شيء اشتغلنا على 50 سنه اخذهم رياض سلامه واصحاب البنوكي. اخذوهم. قد ايه كانوا تقريبا؟ شو بدك فيهم؟ لو كانوا دولار ولو كانوا مليونين. الله. لو كانوا خمسه اخذهم رياض سلامه واصحاب المصارف. هو لازم شايف لو في حاكم مزبوط بحبسهم كلهم. ممنوع يجوا يجيبوا المصاري من برا، كلهم هربوا ورا برا. للاسف للاسف. شو بنعمل؟ عندنا شويه بصل وهيك. منيح ضل في بصل، اشتغل بالبصل. ضل في بصل بس. منيح ما اخذوا لنا اياه للبصل. اول شيء دائما بنبلش بكل شيء بده وقت على النار. واللحمه لو جيه بطاريه انا امسك البس هذا، يلا المنظر. اقول لك قديش قديش مقدر ثروته هذا؟ 500 ليره تقريبا. بس هيك يلا بننزل اللحمه. حط لي مي لإلها. يلا مش هي مي بس هاي. اوكي بس امسكه من هون، هذا ضعيف هذا مش قوي كثير. يلا نزل نزل اغمرهم لفوق. لا ما بيك شيء، مش هالحيل. خلص خلص. طيب يلا مش هالحيل، شوية مي زيادة ما بيأثر. هلا بيتبخروا. هلا بنولع النار.